قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن عيد الأضحى يمر على فلسطين وغزة تكافح ضد إسرائيل على كل الجبهات. وأكد هنية أن تل أبيب لن ترى من الشعب الفلسطيني سوى مزيدا من المقاومة، مبرزا أن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن طوفان الأقصى معركة تاريخية تظهر نتائجها في مختلف الاتجاهات، مشيدا بالموقف المعلن لكل الجهات المساندة والمتحالفة مع دولة فلسطين.